ما تحكي لنا كده يا دكتورة، وتوفر عليك. قتلت حبيبة ازاي؟ ولا نوفر عليك احنا ونحكي لك؟ حبيبة ايه اللي قتلها؟ انتوا مجانين، انتوا بتقولوا ايه؟ حبيبة ايه؟ خديجة، انت بتعملي ايه هنا اصلا؟ وازاي تحط ايديك في ايديهم؟ انا مش فاهم. انا خلاص، احنا نطلع بالابحاث عن النيابة زي ما هو كان عايز. الابحاث دي هتجيب لك اعدام تاني. انا اللي مزعلني حاجة يا سونس، تطلع منه هو. يعني ما تطلعش من سناء ولا من مسعد. مسعد قتل القتلة، ما تطلعش منه. يا ما نعيش ونشوف يا اخوي، يا ما نعيش ونشوف. بس شكله كيوت يا سونس على الموضوع ده. كيوت الصراحة. بس لما خديجة قول لهم ادوني الابحاث. وانت عايز الابحاث ليه يا دكتور؟ مش كنت عايزها عشان تسجل الناس اللي قتلوا حبيبه برضو؟ مصيبة بقى ان الابحاث دي تقول ان الادويه اللي انت وافقت عليها قلت انها تمام مخشوشه، يعني بيدينك انت اول واحد. ده علي الابحاث بتاعت حبيبي اللي بتقول ان الادويه دي بايظه. ده البحث بتاعك اللي انت زيفت النتائج بتاعته عشان الادويه دي تاخد موافقه وتنزل الناس في السوق وتاخدها. خديجه اديني الابحاث دي، اديني الابحاث بقول لك. ايه يا دكتوره في ايه؟ على هادي على هادي. اتفضل يا دكتوره، ده انت منورني. هات يا خديجه، هات. اتفضل يا دكتوره اتفضل. احنا معانا نسخ كتير، ما تقلقش، قول انت عايش. بقول لك يا سونس، ما تديله نسخه ثانيه. هبعت له واحده على البيت. حاضر. خلاص هيبعتها لك. سونس طالما قال هيعمل حاجه هيعملها، الواد ده ما بيكدبش. خديجه قولي قتلتها ازاي؟ قتلتها ازاي؟ يا خديجه مش عايز تعترف؟ مش عايز تعترف؟ مش عايز يعترف يا سونس؟ مش عايز يعترف؟ طب معلش يا علا، عشان خاطر انا احكي له. لا انا مش هحكي حاجه. يا جدع والنبي احكي له. والله ما هحكي حاجه. وغلاوتي عندك لا انت حكي له. يا سونس ما تحلفنيش بغلاوتك. بس الواد ده غالي عندي قوي. أخويا حبيب أخويا. اسمع يا دكتور، القصة دي عشان فيها تشويه. الحكاية كلها إن الخناقة اللي ما بينك وما بين حبيبة في المطعم كان بسبب الأبحاث. حبيبة أنا عايز الأبحاث دي بأي طريقة. وبعدها يا ست أوعدك هسيب الشركة وهسيب مجدي حشيش نهائي. هو إحنا إيه اللي جابنا من هنا أصلا؟ صفوت، انا عايز ارجع البيت. بتنسي؟ انت شكلك مش عارفه انا فين. وبقولها لك تاني، انا عايز الابحاث دي زي ما قلت لك باي طريقه. فما تضطرنيش ان انا اعمل حاجه انا مش عايز اعملها. فهماني ولا لا؟ فهماني؟ انت بتعمل ايه صفوت؟ رجعت البيت صفوت، بقول لك رجعت البيت صفوت. وقف، انا هنزل هنا صفوت، بقول لك وقف. بتعملي ايه يا بنتي؟ نسيت بنت ال... في اللحظة دي انت فكرت ازاي تقتل حبيبة وتخلص منها؟ طعنتها بالسويس نايف ورميتها من فوق العمارة. بعرف اتخيل، صح؟ أنا ما كانش قصدي أقتلها. يعني أنت اللي قتلتها؟ قول لي قتلتها إزاي؟ قول لي، أنا محتاج أعرف حبيبي ماتت إزاي؟ أنا ما أعرفش ده حصل إزاي. كل اللي أعرفه إن أنا جريت ورا حبيبي، كل اللي في دماغي إنها تسكت. تسكت للأبد. Ah!
شديدة وغبية طول الوقت. انت عايز تقتلني يا صفو؟ ما سبتليش حل تاني، ما سبتليش حل تاني، حياتي قدام حياتك. فاسمعي الكلام بقولك. انت مش هتوصل لحد. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.